الحصاد اليومي نقدمه لكم عبر قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. يعده ويقدمه كل من اسماعيل طيون. اهلا بك. اهلا سارة. نبتدئ جولتنا مشاهدينا الكرام بالعناوين. الوزيران الشوباني وبن خلدون بزواجهما سيعيدان تكريس التعدد داخل المجتمع المغربي. بسبب تماطر الجهات المعنية في حل مشكل حوادث السير امام باب المؤسسات التعليمية، اباء وامهات في وقفة احتجاجية. المكتب المسير لفريق رجاء البيضاوي يعلن عن انفصاله رسميا عن المدرب عمر. والان الى التفاصيل. كتب عبد الكبير طبيح احد اهم المحامين بالمغرب مرافعه قانونيه يضيق من خلالها الخناق على ترخيص القضاء لزواج الوزير الشوباني بالتعدد، وبرر طبيح ان السبب وراء مرافعته ضد الزواج الثاني للشوباني هو ان المغرب يحاول التخلص من هذه الظاهره، لكن الوزيرين الشوباني وابن خلدون بزواجهما سيعيدان تكريس التعدد داخل المجتمع المغربي. لنستمع لعبد الكبير طبيح في هذا الصدد. هذا الاشكال ديال التعدد بغض النظر على الاطراف اللي معنيين به، هو واحد القضيه اللي المجتمع المغربي والدوله المغربيه حسمت فيها عن طريق المدونه، ومدونه الاسره حصل فيها اجماع ديال جميع البرلمانيين من اقصى اليمين لاقصى اليسار، واتفقوا كلهم على اعتبار على ان التعدد ممنوع من ناحيه المبدا. لهذا رجعنا للمدونه، الى مشينا للباب ديال الموانع الزواج غتلقى فيها التعدد، وانه لم يستثنى الا الحاله الوحيده اذا كان شي سبب موضوعي واستثنائي. شو سبب موضوعي واستثنائي؟ انه هذه السيده مريضه او لا تنجب او لا او عندها شي اشكال اللي الزوج ما قدرش يفرط فيها، ولكن مثلا هو في حاجه مثلا الابناء او السيده مريضه او شيء. اذا كانت السيده في وضعيه صحيه وتنجب لزوجها اولادا وهو ناجح في حياته بسببها وبدعمها، فباي حق يؤذن له لكي ياخذ زوجه ثانيه؟ اذا سنصبح فقط في تلبيه الشهوات، بينما الاسره في مفهوم الشريعه الاسلاميه وفي مشهور المدونه هي واحد الوحده من اجل ضمان الاحصان والاستمرار وتربيه النشء. الزواج ليس وسيله للمتعه والتمتع بزوجة ثانية، الزواج الغرض منه أن يتم تكوين أسرة ترمي إلى الإحسان للرجل والمرأة، وترمي إلى تكوين أسرة وتكمي إلى تكوين لبنة من لبنات المجتمع. هذا هو الغرض من الأسرة. إذا الزواج الثاني إذا لم يكن له سبب موضوعي واستثنائي بطبيعة الحال لن يأخذ إلا صيغة سمح للرجل بأن يتمتع وأن يلبي شهواته مع زوجة ثانية، وليس هناك أي مبرر آخر. إذا أستاذ لابد من الاستثناء، وفي حالة الشوباني ما كاينش استثناء. لابد من الاستثناء الموضوعي ماشي غير الاستثناء. أشنو الاستثناء الموضوعي؟ القاضي كيقول الراجل وعلاش هاد المرأة باغي تزيد عليها الثانية؟ خصو يقول له سيدي ما كتولدش، خصو يقول له سيدي هاد السيدة مريضة ولكن أنا ما بغيتش نضحي بها، بغيتها تبقى معايا. أما إذا كانت هاد السيدة بصحة مزيان عادية، وهذه السيدة تولدت لهذا الزوج أبناءه، وهذه السيدة هو وفرت له الجو لكي ينجح في حياته، فين هو المبرر الاستثنائي والموضوعي؟ تحت شعار الكتاب مرآة الإنسان والمجتمع، نظمت الجمعية البيضاوية للكتب بالتعاون مع وزارة الثقافة بمعرضها الثامن للكتب المستعملة آلاف العناوين في شتى المجالات، وامتيازات لن تجدها إلا في معرض ساحة السراغنة للكتب المستعملة. الزميل مروان بالفقير أعد لنا هذا الروبورتاج لنشاهد.
تحت شعار الكتاب مرآة الإنسان والمجتمع، نظمت الجمعية البيضاوية للكتبيين بتعاون مع وزارة الثقافة معرضها الوطني الثامن للكتاب المستعمل. العشرات من الأروقة ضمت عشرات الآلاف من العناوين القيمة والنادرة، وقربت المواطن البسيط أكثر فأكثر من الكتاب. جبنا كتب علمانية، جبنا كتب دينية، كل عام كنحاولوا نديروا امتيازات على العام اللي قبل منه. هذه تبارك الله راه الدورة الثامنة، وكل دورة كنديروا امتيازات على حسب الطلب ديال الناس والطلب ديال الأشخاص. بحال دابا هذا العام كاين امتيازات كثيرة وكثيرة 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 بفضل تضافر جهود المسؤولين على الجمعية. كتعرف إقبال كثير لا من ناحية ديال المنخرطين، حيث أن هناك لم تبقى هناك حتى فرص لبعض الكتبيين للانخراط معنا. من حيث الإقبال هناك إقبال كثير للكتبيين، وهناك جمهور كثير حضر إلى المعرض بفضل الإشعاع الذي تم هذا المعرض من خلال دورته الثامنة. ونحن الحمد لله في تقدم مستمر، نتمنى أن تدوم هذه المبادرة على المعرض وعلى من يقوم عليه. معرض الكتاب المستعمل يقرب الكتاب من القارئ، إذ أن الأثمنة المتداولة في المعرض جد متدنية، في حين أنه يوفر كتبا نادرة وقيمة لا تكون في المتناول في أغلب المناسبات. كنشوفوا الكتب القدام، الكتب القدام، لان ملفين كنشوفوا الكتب الجداد. دابا هذا المعرض كيعرض لنا غير الكتب القدام اللي هما فيهم مزايا كثيره. المزايا الاولى هو كيفكرنا بشي الكتب القدام اللي فيها اشياء اللي ما كنوجدوهاش في الكتب الجداد. ثانيا رخاء ومرخص، هذو هما جوج ميزات اللي كي دابور باسكو سي موان شير، اي انسويت باسكو كنلقاو كتب اللي ديفيسيل باش نلقاوهم عند لي ليبريري ولي بوكينيست ديال الكتب الجداد. لي جون ديال دابا ما كيقراوش بزاف باسكو لا ليكتور ني با انكوراجي، باسكو لي ليفر سان اسي شير، دونك لاكسي للقرايه قليل بوغ لي جون. اون بلوس حتى التوعيه ما تنوعيهمش بالامبورطانس ديال هادشي. الإقبال ليس منعدما لكنه يظل محتشما، لتبقى الفئة القارئة هي الفئة الكهلة والتي تجاوزت ربيعها الخمسين، لأننا لا نجد إلا فيما ندر شبابا يتصفح تلك الكتب القيمة البالية، لأنهم حسب قول بعض العارضين هجروا الكتاب لأن الإنترنت اكتسحت عقولهم. كاين إقبال بالنسبة للناس الأولين، الناس اللي قرأوا في الكتاب، ماشي إقبال الطلبة. طلبة ما كنشوفهمش. انت الا درتي دابا دوره هنا في المعرض غتلقى الناس القدام، الناس الاولين اللي قراو في الكتاب، ماشي الجيل ديال الانترنت. حنا دابا مسمينو جيل ديال الانترنت، كما كنا بكري كنقول لك كاينين الناس اللي رضوا البزوله وكاينين الناس ديال البيبرون. دابا هادو الناس ديال الكتب، حنا معهم الخدامين، ما الناس ديال الانترنت. اش غنقول لك، كاينين اشياء اخرى راه كيبحثوا، كاينين لي بيسي وتيدخلوا تيبحثوا معلومات وحاسوب واخ الى اخره، بينما حنايا حنا والحاسوب يلاه شويه كندردشوا حنا وياه، اذا كنضطروا اننا انا كنفضل الكتاب. جامي كتاب ديما كيبقى كتاب، والانترنت انا بالنسبه لي نقدر نمشي ونتيليشارجي منه شي كتاب، اذا في الاخير دائما الكتاب كيبقى هو الكتاب. مبادرة معرض الكتاب المستعمل مبادرة قيمة وتسعى لتقريب الكتاب من المواطن، لكن مثل هذه المبادرات تبقى موسمية ومحسوبة على رؤوس الأصابع في انتظار أن تعمم وأن يدخل الكتاب في صلب مقرراتنا التعليمية. في خبر آخر، نظم أباء وأمهات تلاميذ مؤسستين تعليميتين بسخيرات إعدادية الشاطبي ومدرسة بن زيدون اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بطريقة حضرية، رفعوا فيها شعارات تحسيسية للجهات المعنية للمطالبة بضرورة حل معضلة حوادث السير المميتة التي تتسبب فيها الشاحنات ثقيلة الوزن التي تمر بكثرة من أمام باب المؤسسات التعليمية والتي تحصد أرواح العديد من التلاميذ. نشاهد الفيديو. Bye.
الاباء واولياء التلاميذ بكل من اعداديه الشاطبي ومدرسه بن زيدون. نعلن تضامننا المشروط مع اسره ميدا بن حليمه نهيله التي توفيت نتيجه حادثه سير مميته وقعت يوم الاثنين 27/4/2015. وللتذكير فان هذه الحادثه ليست الاولى، بل سبقتها حوادث اخرى تسببت في عاهات مستديمه لاصحابها. ومع ذلك فان الجهات المعنيه لم تقم بدورها المنوط بها من اجل تفادي حدوث مثل هذه الحوادث القاتله مره اخرى. ان هذه السرعه التي تحركت بها السلطات من اجل وضع علامه تصوير ولضغط كان من المفروض ان تكون قد تمت منذ امد بعيد، خاصة وأن مجموعة من الرسائل قد وجهت إلى الجهات المعنية في هذا الشأن. إن الانتظار حتى تسيل دماء فلذات أكبادنا على الطريق هو قمة الاستخفاف بأرواح أبنائنا وبناتنا. توجيه رسالة قوية إلى الجهات المعنية التي نعتبرها مقصرة في أداء واجبها من أجل حماية أبنائنا. وأخيرا نرجو من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهي مدويها الصبر والسلوان. وإن إليها وإن إليها راجعون. رحنا اللي تقرا وماشي تلامد، السنة الدراسية كلها احنا غاديين جايين، ما كان الحمد لله حتى كيدخلوا لينا دار الدار، حتى طالبوا بعض الكرموكات ما يبقاش يوقفوا في جلبة ديال الطريق لا من هنا ولا من ليه، حتى طالبوا بالأمن في 8 ومع 12 ومع 5 باش يحضرونا وليداتنا. أعلن المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي صباح اليوم انفصاله رسميا بالتراضي عن المدرب البرتغالي جوزي روماو بعد استماع عقده صباح اليوم المدرب البرتغالي مع رشيد البوصيري المستشار الأول للرئيس محمد بودريقة. ووافق روماو على الانفصال عن الفريق الأخضر بشكل ودي مع الحصول على راتب شهر واحد. وفي نفس السياق أكدت مصادر لشوف تي في أن بعد إعفاء المدرب جوزي روماو من مهامه وفقة نادي رجاء البيضاوي ستعهد مهمة التدريب مؤقتا إلى ابن رجاء فتحي جمال الذي سيشرف على تدريب النسور الخضر إلى ما تم الموسم الجاري في انتظار انتداب مدرب رسمي. توجح نفس المصادر وتعزز كل المعطيات أنه التونسي فوزي البنزرتي. نشاهد آراء بعض المواطنين حول المدرب روماو وعن رأيهم في الإقالة. نشاهد. والصراحة هذاك مدرب خاصو يمشي من الرجاء فريق الرجاء البيضاوي، تنتمناو انه يجي البنزرتي ورجع الفريق لمستواه، تنتمنى ان الجمهور يساند الرجاء وباقي الاتحاد الافريقي خصنا نربحوه، وان شاء الله من قدام يكون شي مدرب في المستوى وفي تطلعات الجمهور المغربي. وكنتمنى الرجاء فهاد الاتحاد الافريقي ان يشرف المغرب. روما خص تكون الاقاله ديالو معقوله فهمتيني مقبوله، لانه جا مدرب ما عندوش اصلا، من جا كان فوزي بنزرتي احسن حاجه مدرب مزيان، ملي داروا ليك الشيء ديال الكاس ديال كاس الانديه صافي وقع هذيك خلافات بين اللعابه على حساب الصالير، وفي الاخر تم الاقاله ديالو بطريقه غير مشروعه. وجابوا بن شيخه دربوا من فتره معينه ومن سالة جابوا فوزي جابوا روما. روما مدرب فاشل ما يسلقش الرجاء. بالنسبه لروما وخصو يبعد على الرجاء الفريق على الفريق الرجاء البيضاوي وديما وداد، والوداد غادا في المسار الصحيح ان شاء الله. روما وما مدرب ما والو، ديما راجع ديما الخضر. الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى الختام الحصاد، هذا تذكير لابرز ما جاء فيه. الوزيران الشوباني وبن خلدون بزواجهما سيعيدان تكريس التعدد داخل المجتمع المغربي. لسبب تماطل الجهات المعنية في حل مشكل حوادث السير أمام باب المؤسسات التعليمية، آباء وأمهات في وقفة احتجاجية. والمكتب المسير لفريق رجاء البيضاوي يعلن عن انفصاله رسميا عن المدرب روماو. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا لهذا اليوم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Port, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose.
Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Miditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.